ما أجمله قلب يحمل هم أخيه، في العسر له يسر، في الحزن يواسيه. كن للناس دوما تنادينا خواطرنا. شغال برضه انتربرايز اركتكت في شركه ايزا سيستمز، وسيرتيفايد سي باب، ومن قبليها كنت سيرتيفايد في الانتربرايز اركتكتشر في المجال ديفل بارك. انا هتكلم النهارده عن خمس عناصر اساسيين. هنتكلم عن الاي اي بي اي، وهنعرف ايه هو الاي اي بي اي. هنتكلم عن الباب بوك اوفر فيو، هنعرف يعني ايه هو اصلا الباب بوك، هناخد اوفر فيو عنه. هنتكلم عن السي باب، هنعرف ايه السي باب، وهناخد اوفر فيو عنها. وهنتكلم عن السي باب اكزام، نظام الامتحان ماشي ازاي، التبس والتريكس بتاعته. وهنتكلم عن ستادي بلان، يعني اخر حاجه لو حد حابب ان هو جيت سيرتيفايد. هنتكلم عن ستادي بلان، ازاي الواحد ممكن يذاكر، وازاي ان شاء الله ان هو يبقى سيرتيفايد. يعني اول ايفنت عندنا النهارده هو الاي اي بي اي. الاي اي بي اي هو الاورجنايزيشن، المنظمه او الاورا بتاع البيزنس اناليسيس سيرتيفيكتس. ستاندز فور انترناشونال انستيتيوت اوف بيزنس اناليسيس. تمام، دي مؤسسه كنديه هي الاورا بتاع السيرتيفيكتس دي في العالم. طيب هم عندهم كذا من السيرتيفيكت، مش بس هي سيباب. سيباب هو الليفل الثالث، ويعتبر حاليا هو يعتبر الاخير، لان في واحد رابع بعديه بس لسه مش لونش، يعني محدش امتحن ولا حد اخر يعني. فهو حاليا قاعد هاب سيرتيفيكتس عندهم هي السي باب. فاول ليفل عندهم هو الاي سي بي اي، الانتري سيرتيفيكت ان بزنس اناليسيس. دي يعتبر ليفل 1. دي يعني كل واحده فيهم طبعا ليها بري ريكويزيتس وليها ليفل معين يعني من النولج عشان تقدر اصلا تابلاي وتمتحن الامتحان ده. فهي تفضل طبعا للناس اللي هو حد لسه فريش جراديويت، لسه واحد بيحاول يسويتش من كارير الراجل لكارير بزنس اناليسيس، لسه ما يعرفش الدنيا ماشيه ازاي، فا او يعني عنده معلومات بسيطه عنها، فمش بياخد الاي سي بي اي. زي ما احنا شايفين كده في السي سي بي اي كمان، دي الليفل الثاني بتاعها، والسي باب هو الليفل الثالث. كل واحده منهم ليها بريكوزيتس. زي مثلا الاي سي بي اي لازم يكون اخد 21 بروفيشنال ديفلوبمنت ترينينج، يعني اخد كورس مثلا اللي هي الكورس يكون من مكان سيرتيفايد، بيدي له حاجه اسمها بي دي يو اللي هي بزنس ديفلوبمنت ترينينج يونتس. فهو مش محتاج منهم اكتر من كده، يعني هو ما بيشتغلش عليه خبره ولا نولج ولا اي حاجه، مجرد ان هو بس يكون معاه البي دي يوز دي. وهنعرف بعد كده لما تيجي تعمل البروفايل بتاعك ازاي تدخل البي دي يوز والكلام ده. الليفل الثاني اللي هو السي سي بي اي، لازم يكون عنده مينيموم 3750 ساعه از بي اي ورك اكسبيرينس، يعني حتى مثلا يكون اشتغل سنتين بزنس انالست او ثلاثه، حاجه في الحدود دي. يعني مش لازم يكون اشتغل يعني بزنس انالست، بس يكون عمل بزنس اناليسيس تاسك، يعني حتى مثلا لو حد سيستم ديزاينر، سيستم انالست، سوشيال ارتك، هم بيقولوا لك ان ايه الوظائف اللي انت ممكن تدخلها او لو انت عملتها قبل كده، بيبقى في جزء منها اكيد بزنس اناليست. فانت مش لازم يكون شغال بتايتل بزنس اناليست عشان تابلاي السيرتيفيكتس ده. الاهم ان انت تكون عملت الوظائف بتاعه السيرتيفيكت دي. هو مثلا في الاول خالص لما يجي يطلب منك يقول لك البري ريكويست ان انت تاخد الشهاده بتاعه السي سي بي اي، ان انت تكون اشتغلت 3000 ساعه مثلا كبزنس اناليست. فبتبدا تدخل وتقول والله انا اشتغلت كبروجكت مانجر، وفي خلال البروجكت مانجر اشتغلت سنتين وعملت مثلا في اليوم او في السنه دي 1000 ساعه في المشروع الفلاني وهكذا. فبتبدا تحط الخبرات بتاعتك اكيوميليتد على 10 سنين، يعني مش قبل 10 سنين، يعني تحط خبرتك في ال 10 سنين اللي فاتوا
ان انت تكون حصلت عدد الساعات اللي هي مطلوبه كبريكويزيت للنمبر اوف سيرتيفيكت اللي انت عايز تقدم ليه. كمان بيطلب منك نفس ال 21 ساعه بتوع البي دي يوز اللي هي الكورس اللي اتكلمنا عنه، وبيطلب منك تو بيرسونز يبقوا ريفرنس بالنسبه لك في الكارير بتاعك، سواء تيم ليدر او بروجكت مانجر او حد اشتغل معاك في البروجكت ده. بيكونوا سيرتيفايد؟ لا مش شرط، مش لازم. وبتأجري على الكود اوف كوندكت ده، يعني تشيك بوكس كده بتعمل اللي احنا كلنا بندوس عليها في اي في اي حاجه. الليفل الثالث اللي هو السي باب اللي هو موضوع النهارده، محتاج لك 7500 ساعه از بزنس وورك اكسبيرينس. زي ما محمد قال، هو مش لازم تكون التايتل بتاعك بزنس انالست، انت بتفيل اصلا الساعات دي بناء على النولج اريا والديسكفري اللي هي بتاعت البزنس اناليسيس وورك. يعني بيحتاج 35 ساعه بي تي يوز والتو ريفرنسز اللي هم الناس اللي هيقولوا يعني من دول، وبتأجري على الفيديو في الكونتنت. طيب سؤال، هل انا لازم امشي بالترتيب اخدهم واحد واحد وانتهي من واحد للتاني؟ لا مش لازم. لو انا بحقق اي ريكويرمنت، يعني لو بحقق البريكويزز بتاعت ليفل معين اقدر ادخل عليه على طول. يعني انا محمد مثلا دخلنا على السي باب 3 على طول، السي باب الليفل الثالث على طول، ما احتاجتش ان انا اخد واحد ولا اثنين، انا دخلت على الثلاث على طول. لو حد لسه فريش مثلا او ما عندوش اكسبيرينس ممكن يدخل على الاول وبعدين يموف للثاني والثالث وهكذا. طب ايه الفرق بين التاني والتالت؟ تمام، هو احنا هنيجي قدام بعد كده. هو كل دول او الاربعه ليفلز هما بيرفير لباب واحد اللي هو البيزنس اناليسيز بادي نولج، هو كتاب واحد هو الريفرنس الرسمي للسيرتيفيكتس كلها. وبس هو بيديك، بيبقى كل واحد داخل في السكوب بتاعه. يعني انت قبل ما تذاكر مثلا تبقى عارف الشابتر واحد واثنين وخمسه وسبعه دول هيجوا في الامتحان بتاع السيرتيفيكت بتاعتي. فانا دي حاجه اسمها ايه؟ اكزام بلو برنت. انا عارف ان كل كمان شابتر هيجي منه كم نسبه قد ايه في الاسئله بتاعت الامتحان. فهو مطلوب ان انت تفهم طبعا الكتاب تقراه كله وتفهم اللي مكتوب فيه، بس هتبقى كل سيرتيفيكت او كل ليفل بيفوكس على حاجات بوينت معينه او شابترز معينه او ارياز معينه يمكن اللي هيجي فيها الامتحان. فكلهم بيرفيروا لنفس الكتاب. حتى الامتحان نفسه بتاع كل ليفل بيبقى مختلف عن الليفل ده. يعني حتى لو افترضنا مثلا كتاب 11 شابتر، الليفل الاخير مثلا في ذاكر 8 شابترز منهم، الليفل اللي قبله ممكن يكون مثلا 6 وات ايفر. بس الامتحان نفسه حتى الليفل والديفيكولتي بتاعت الامتحان بتختلف من امتحان للتاني، على اساس ان الاكسبيرينس بتاعتك بتختلف من امتحان للتاني. في حته هنا احنا كنا برضه فوتناها اللي هو، طب هل في سيرتيفيكتس ثانيه للبزنس اناليسيس؟ زي ما قلنا السيرتيفيكت بتاعت السي باب بتقدمها اللي هي المنظمه اللي اسمها اي اي بي اي، تمام؟ في سيرتيفيكت ثانيه اللي هي البي بي اي بروفيشنال بزنس اناليست اللي بتقدمها بي ام اي، بي ام اي اللي هي نفس الانستيتيوت اللي بتقدم البي ام بي. اوكي؟ ف يعني ببساطه كده، طبعا احنا ما نعرفش يعني ما خدناش البي بي اي سيرتيفايد سي باب، بس لما بنحاول ندور اونلاين على الفرق ما بينهم وايه المميزات اللي تخلي الواحد يخش الناحيه دي يخش الناحيه دي، لو حد جاي من البروجكت مانجمنت برسبكتيف وعايز يكمل في سكه البروجكت مانجمنت بس في نفس الوقت عاوز يبقى ملم اكتر بفكره البيزنس اناليسيس ومراحل المشروع من ناحيه البيزنس اناليسيس وازاي اخد الريكوايرمنتس بتاعه المشروع بتاعي من غير ما اوقع حاجه، هذا البروجكت مانجر انا بعرف انظم المشروع، لكن ازاي بقى اجيب كل الدنيا بتاعتي من الكاستمر، يبقى همشي في سكه البي ام اي اكتر. فانا بكمل، انا مش هبقى بزنس اناليست بيور. لو رحت ناحيه البي ام اي بي بي اي، انا مش هبقى بزنس اناليست، انا مش هبقى بزنس اناليست، انا في الاخر بروجكت مانجر برضه، بس في سكه الايه؟ البزنس اناليست، وابقى فاهم البزنس اناليست، وابقى فاهم التاسكات بتاع المشروع من ناحيه البزنس اناليست، وازاي اجيب التاسكات بتاعتي او الريكوايرمنتس بتاعتي بدقه بحيث ان في الاخر في اخر المشروع هسلم مظبوط، لكن مش هبقى انا البزنس اناليست بتاع المشروع. من الناحيه الثانيه، لو حد مهتم اكتر بقى بالبزنس اناليسيس، او حد مثلا كان في السوليوشن اركتكتشر وبيفكر كمان ان هو انكلود البزنس اناليسيس معاه، فيفضل ايه اللي هي الشهاده بتاعت ال اي اي بي اي عموما بقى بالديفرنت ليفلز بتاعت الشهادات بتاعتي. احنا هنا اتكلمنا خلاص عن الاليجيبيليتي ريكوايرمنتس بتاعت كل سيرتيفيكت. طبعا هنا في حته تريكه صغيره برضه يمكن هتبان اكتر واحنا لما بنتكلم. الناس ما تبقاش عارفه هو انا ازاي هجمع 7500 ساعه، مين هيقول ان انا اشتغلت 7500 ساعه؟ هو في الاخر اهم حاجه ان انت تقدر تثبت ان انت اشتغلت 7500 ساعه، يعني
اللي حضرتك بتدخله على السايت بتاعهم كابلكيشن بتقول انا شغال 7500 ساعه في النولج ارياز الفلانيه، هنعرف حالا ايه هي النولج ارياز اللي انت هتبقى يعني المفروض تدخل فيها. مش كل الناس بيحصل لها يعني ايه اللي هو مونيتورنج او بيحصل لها زي ايه اوديتنج كده، تعالى ورينا انت اشتغلت ازاي وهات اثباتات. مش كل الناس ممكن ياخد سنه من 10% او 15% زي الجماعه بتوع البي بي او البي ام اي. اهم حاجه ان انت لما يتسال تعرف تجاوب او تعرف تحط يعني مشاريع او تعرف تحط اثباتات وريفرنسز ان انت فعلا اشتغلت في المشاريع دي. طيب على حسب، هو بص حضرتك انت عندك السنه مثلا فيها 52 اسبوع، الاسبوع فيها 40 ساعه، فلو انت قلنا 50 في 40 السنه الواحده بتاعت حضرتك بتعمل 2000 ساعه، تمام؟ بس هل انت اشتغلت السنه كلها بزنس اناليسيس؟ فانت معاك 10 سنين السنه فيها 2000 ساعه، فانت تقدر تقول ان انا في ال 10 سنين دول اشتغلت 20,000 ساعه، يكون منهم 7500 ساعه في البيزنس اناليسيس اللي هو بنتكلم في حسبه 30 35 40% من المجهود بتاعك خلال 10 سنين اللي فاتت. لو انت مقدم للسيرتيفيكت اللي هي ليفل 3 اللي هو السي في، طبعا لو مقدم للسيرتيفيكت اللي قبلها بيبقى 3750 ساعه، فبيقل الايه؟ عدد الساعات اللي انت محتاج تكون. الالمنت الثاني الباك اوفر فيو. طيب الـ Babok Overview، Babok stands for Business Analysis Body of Knowledge. كل certificate بيبقى ليها Body of Knowledge زي الـ B&B وواتيفر، يعني أي certificate كلها بيكون ليها نفس الكتاب ده. ده قلنا ده الـ reference الأوفيشال بتاع الـ IIBA، وقلنا إن هو بيكفر كل الـ levels بتاعت الـ Business Analysis تبع الـ IIBA. طيب الـ هاي ليفل عن البابوك الاستراكشر بتاعه وشكله ايه، بحيث ان دي كانت مشكله يعني احنا حبينا نكتب السلايد دي ليه؟ لما دخلنا على السي باك سيرتيفيكت كتاب كبير حوالي 600 صفحه، الفيرجن اللي قبل اللي هو فيرجن 2 كان 200 او 250 صفحه، فالدنيا كانت لما دخلوا فيرجن 3 الموضوع بقى كبير قوي، فانت ماسك كتاب 600 صفحه في مجال انت لسه مش عارف هو بيتكلم ازاي وبيتكلم عن ايه. فيبقى كويس جدا ان حد يديك اوفر فيو على الاستراكشر بتاع الكتاب نفسه، تبقى فاهم انت لو عايز تروح حته معينه هتروح لاند شابتر او هتفوكس على ايه يعني. فالكتاب عامه فيه 11 شابتر، اول شابتر هو انتروداكشن عام عن البيزنس اناليسيس، ايه هي البيزنس اناليسيس وايه ميزتها وناخدها ليه وكلام زي كده. الشابتر 2 بيزنس اناليسيس كي كونسبتس، هنعرف ايه هي الكي كونسبت بعد كده، وبيتكلم على المين بوينت اللي البيزنس اناليسيس بيحتك بيها او بيشتغل بيها. شابتر 3 من شابتر 3 لشابتر 8 النولج اريز، دي الكور بتاع البيزنس اناليسيس وورك. هنعرف برضه يعني ايه نولج اريز وايه هما ومتقسمين كده ليه. شابتر 9 اندرلاين كومبتنسز، هنا بنتكلم على البيزنس اناليست لازم يكون عنده مؤهلات ايه والكرايتيريا اللي عنده في شخصيته وفي طريقه شغله، بحيث ان هو يقدر يكومبيت مع الاذر بيزنس اناليسيس حتى في الماركت، او ان هو التولز او الامكانيات اللي لازم تكون عنده المواصفات اللي هو يتصف بيها بحيث ان هو يقدر يجيب التاسكات او الحاجات اللي هي مطلوبه منه كبزنس اناليست. يعني مثال بسيط قوي مثلا الكوميونيكيشن سكيلز والبرزنتيشن سكيلز والانتر اكشن سكيلز مع الناس، ده مثال بس من الكومبتنسز المفروض تكون متوفره في البزنس اناليست. وبيتكلم بقى عن الحاجات ديت يعني بشرح مبسط كده في الكتاب في اللي هو الشابتر التاسع دوت، ايه الحاجات اللي تكون متوفره في البزنس اناليست او تحاول تنمي فيها من شخصيتك بحيث ان هي تقدر تفيدك في موضوع البيزنس اناليسيس. الموضوع مش بس ان انت بتستضي شويه بيانات في الاخر بتوصل ان انت خلاص البيزنس اناليسيس، يعني مثلا لو واحد بيعمل بروجرامنج مثلا، انا في الاول ما بدات بروجرامنج انا خلاص هي في التولز بتاعت البروجرامنج فور لوب وايه كونديشن و و و، من ضمن الحاجات الصعبه جدا في البيزنس اناليسيس ان انت حتى وانت بتقرا الكتاب هتحس انا مش عارف امسك اعمل ايه، يعني انت قول لي هنا اعمل ايه علشان خاطر يعني طب امشي ازاي، طب ايه الترتيب، طب قول لي اي حاجه. الموضوع ده معقد جدا لان انت في معظم الوقت بتتعامل مع هيومنز، فالموضوع مش موضوع واحد زائد واحد يساوي اثنين، لا ده مطلوب منك مهارات وسنس بتاع البيزنس اناليسيس نفسه، وهو ده نفس السبب اللي مخليهم عاملين ان البيزنس اناليست قبل ما يبقى سيرتيفايد لازم يكون يشتغل عدد معين من الساعات في موضوع البيزنس اناليسيس. فالموضوع مش ستريت فورورد، مش انا هقرا الكتاب دوت هعرف ايه اللي موجود فيه خلاص انا بقيت راجل بيع، لا هو مهتم ومصمم ان انت تكون عندك السنس، هو ده اصلا الكور بتاع الموضوع بتاع البيزنس اناليسيس، واللي بيركز عليه كمان الامتحان. يعني الامتحان لما هنتكلم عنه في الاخر هتلاقوا ان موضوع الامتحان
ما بيقدرش يحفظ المنهج، ما بيقدرش يحفظ حاجه، دايما ابدا الحفظ في الموضوع بتاع البيزنس اناليسيس بالذات من اقل الشهادات اللي انا دخلتها وكان فيها حفظ. بس القصه كلها يبقى عندك السيلز، انا في الموقف دوت المفروض اعمل ايه؟ هيبان اكتر بقى لما نخش على موضوع الاكزام والاكزام نحضره ازاي؟ وايه الحاجات اللي موجوده جوه الاكزام؟ هنفهم بقى القصه اكتر اللي هي موضوع السيلز ده ان شاء الله. كمان الشابتر ده يعني بحسه شويه ممكن الجماعه بتوع الاتش ار يرجعوا ليه دايما لو هو عايز يختار فعلا بزنس انالست شاطر في الاورجنايزيشن بتاعته، فهو يفضل ان هو يرجع للشابتر ده لانه بيوصف تقريبا كل السكيلز اللي المفروض البزنس انالست يكون عارفها وهيقدر ازاي يفضل بين واحد والواحد تاني وهكذا. الشابتر العاشر ده من اهم الشباتر في الكتاب هو شابتر التكنيكس. ببساطه كده التكنيكس دي هي شنطه العده بتاعتك انت كراجل بزنس انالست صناعي، يعني معاك شنطه عده فيها حاجات كتير، فيها شاكوش ومفك وزرديه وما الى ذلك. هم دول التكنيكس، هم 50 تكنيك 50 عده 50 تول يعني بيبقوا معاك، وهتتعلم في الوقت المناسب في كل سيتويشن هستخدم انهي عده. يعني انا عايز صوره عايز ادقه هطلع الشاكوش، مش هينفع اطلع مثلا الزرديه وهكذا. فهو ده بيوصف ايه؟ بيوصف التولز اللي معاك اللي انت تقدر تستخدمها في الديلي اكتيفيتيز بتاعتك او في الشغل بتاعك اليومي. وده التكنيكس دي بتخدم على التاسكات اللي جوه النولج اريز، يعني هم مقسمين النولج اريا دي للتاسكات، والتاسكات دي عشان تاتشيف التاسك نفسها هتستخدم ايه التكنيكس دي فيها. الشابتر رقم 11 هو بيتكلم عن البرسبكتيفز. ايه البرسبكتيفز؟ يقول والله انا عندي، هو بيفوكس على خمسه فيلدز او خمس مجالات يعني في شغلنا، الاجايل، البيزنس انتليجنت، الاي تي، البيزنس اركتكتشر والبيزنس بروسيس مانجمنت. فهو بيقول لك لو انا كبيزنس انالست ازاي البيزنس انالست او السيباب هتاثر على المجالات دي، او ازاي اتيمر او افصل او كاستمايز البيزنس انالست تاسكس بتاعتي نولج اريا بحيث انها تخدم الفيلدز دي. تمام؟ ملحوظه عامه يعني كان في البلو برنت بتاع الامتحان كان السيباب بالنسبه لنا هو اللايف كومبتنسي والبرسبكتيف ما كانش بيفوكس عليهم قوي في الامتحان، فانت بتقراهم مره واحده بتاخد فكره عن الموضوع وخلاص يعني. بس هو كنولج كويسه ممتازه يعني. طيب نتكلم بقى عن النولج اريا، دي يعني اهم تو كومبوننتس في الكتاب كله، هو النولج اريا والتكنيكس. تمام؟ احنا عرفنا النولج اريا او التكنيكس هي شنطه العده بتاعتي اللي انا بطلع منها وبشتغل على طول. طيب انا هشتغل عشان اعمل ايه؟ عندي مجموعه تاسكات حوالي 30 تاسك تقريبا. 30 تاسك. عندي تقريبا 30 تاسك، دي كل التاسكات اللي بيعملها البيزنس انالست. هو حتى في الكتاب بيقول لك ايه؟ بيقول لك لو انت بيزنس انالست فانت لازم تكون بتعمل ال 30 دول او جزء منهم. لو اي تاسك ثانيه بره ال 30 دول في الغالب فدي مالهاش علاقه بالبيزنس انالست، يعني هو عمل تجميعه كامله لكل التاسكات اللي انت ممكن تحتاجها لكل السيتويشنز اللي ممكن تمر عليك. وعمل بقى جروبنج لكل مجموعه تاسكات اللي هي تتحط في نولج اريا، عشان كده بطلع في الاخر جمع كل مجموعه تاسكات ريليتد ببعض او بيخدموا فكره معينه وسماهم نولج اريا وهنعرف نسميهم بعد كده. فمن الجروبنج دول طلع ست جروبات داخل تحتهم الايه التاسكات بتاعتنا. وزي ما قلنا عشان اتشيف التاسكات دي هستخدم الايه التكنيكس اللي انا بشتغل عليه. فايتش تاسك كونسيست اوف سام اليمنتس. طيب الاستراكشر بتاع التاسك بيبقى عباره عن ايه؟ هو الاول بيديك بريف ديسكربشن عن التاسك دي، المفروض تعمل فيها ايه او هدفها ايه او البيربز بتاعها ايه. بيديك كمان الاليمنتس بتاعتها، الاليمنتس دي ممكن تكون في بعض الاحيان ستيبس تقدر تمشي عليها، وبعض الاحيان ممكن تكون تعتبرها زي جايد لاينز او حاجات عامه خطوط عامه لازم تعملها عشان تاتشيف التاسك بتاعك. هنشوف بقى جيرنج سيشن في مثال بقى، احنا جايبين مثال للنولج اريا وايه التكنيكس اللي بتستخدم جواها وايه التاسكات بتاعتها وايه الاليمنتس. هذا سامبل بس يعني، احنا هو الهدف مش ان احنا نشرح السيستم نفسه، احنا بنفتح يعني سكك للناس. طيب وكمان من الاستراكشر بتاع التاسك بيكون ليه انبوت وليه اوت. كل تاسك وانا داخل التاسك دي هيبقى ايه اللي معايا او بري ريكويزيتس ليها؟ فيبقى ممكن يكون معايا حاجات طلعت من تاسكات ثانيه قبل كده، او عامه هي حاجات بتيجي من الحياه العامه او من مجال الشغل يعني. وفي الاخر بحقق حاجه وبحقق تارجت معين او الاوبجيكتيف بتاع التاسك ده هو الاوتبوت اللي انا المفروض بطلعه اللي ممكن يكون بعد كده انبوت لتاسكات ثانيه. تمام؟
تمام. وهنيجي على اكزامبل بالتفصيل يعني الموضوع ده. طيب اتكلمنا هنا على قبل كده اتكلمنا على التكنيكس، وانا بقولك في 50 تكنيك، ودي اللي انت بتعرف ان احنا هنشتغل بيها في كل النوت اريا والتصميم. طيب الايلمنت الثالث السي باد اوفر فيو. احنا هنعتبر كده زي اكزامبل كده عن السي باد، يعني هنتكلم في اول حاجه هي الكور كونسيبت بتاعت البيزنس اناليسيس، وايه انواع الريكوايرمنتس اللي موجوده عندنا كراجل بيزنس اناليست. يعني وصلنا شايفين الريكوايرمنتس هي حاجه واحده، هنشوف بعد شويه ان لا الريكوايرمنتس ليها انواع وهنقدر نفرق بين الانواع دي. تمام. وفكره الديزاين سايكل، هل الموضوع الراجل بتاع البيزنس اناليسيس ده فقط بيروح يعمل يجمع ريكوايرمنتس، ولا هي لا الموضوع مختلف عن كده، الموضوع سايكل بدايه ونهايه، وازاي بنوصل من اول البيزنس انستيتيوشن اللي هي الكلمه البديله لكلمه ريكوايرمنتس. يعني فكره الريكوايرمنتس حتى لسه عمرو كان بيقول لي الريكوايرمنتس دي كان لوحده رايح بيجمع بيعاكس كده بيعبي فيه كل حاجه. لا الكونسبت او المصطلح المستخدم في البيزنس اناليسيس او في السي باب عموما بيزنس انستيتيوشن او ريكوايرمنتس انستيتيوشن. الانستيتيوشن هي جايه من كلمه تنقيح او يعني تنقيح، كان واحد بيجمع بقى اعصار، فبدل ما تلم كل الطوب معاك في الشنطه لا ده بقى الحاجه اللي ليها فاليو هي دي بس اللي باخدها واتاكد انها ايه مظبوطه واتاكد انها ليها فاليو واتاكد فعلا انها فكري، ساعتها بس باخدها ابدا اغير. فدي موضوع الديزاين سايكل هنتكلم فيه. وايه هما النولج ارياز اللي موجودين جوه السي باب؟ احنا عندنا 6 نولج ارياز، فهنشوف ايه هما النولج ارياز وايه علاقتهم ببعض. واخر حاجه في السي باب اوفر فيو هندي اكزامبل على نولج اريا معينه وايه التاسكات اللي جواها وايه التكنيكس بعض التكنيكس اللي مستخدمه جواها. يعني زي ما باشمهندس عمرو قال هنا برضه احنا عندنا 50 تكنيك، ال 50 تكنيك دول بيستخدموا جوه كل نولج اريا. طب هل مثلا متقسمين 50 على 6 ففي نولج اريا فيها مثلا 11 12 تكنيك وخلاص؟ لا، ممكن تلاقي في نولج اريا فيها 20 تكنيك وتلاقي نفس التكنيك مستخدم تاني في نولج اريا تاني، فممكن نفس التكنيك يستخدم في 3 4 نولج اريا. عشان كده احنا يعني لما جينا نذاكر في الاول خالص كان الموضوع بالعبل. ليه؟ لان انت بتلاقي هو عامل لي فيرد تكنيك في نولج اريا، انت بتبقى لا نولج اريا عامل لي فيرد تكنيك، بعد شويه هو في نولج اريا عامل لي فيرد نفس التكنيك، طب احنا مش عارفين التكنيك ده بيعمل ايه؟ فدي يعني حاجه هنجيلها بعد كده ان شاء الله. بس انا بريكومند ان اي حد عاوز يبقى سيرتيفايد او ياخد السي ده يبدا بالشابتر بتاع التكنيكس، لان هم ال 50 تكنيك دول هتلاقيه عمال يعيد ويزيد فيهم في الكتاب وبيوظفهم بقى جوه كل نولج اريا. هستخدم التكنيك ده امتى في النولج اريا ده؟ ف يعني انا شايف ان اول تاسك تبدا بيها. وهقول لحضرتك حاجه، حتى لو حد مش عايز يبقى سيرتيفايد، انا مش مهتم اصلا بالسي باب، مش عايز ابقى سيرتيفايد، ال 50 تكنيك دول فعلا مفيدين جدا. في حاجه برضه يعني الشغل في الحياه العامه بالظبط، يعني اصلا هقول لحضرتك حاجه، وانتوا بتذاكروا ال 50 تكنيك دول هتلاقوهم بتعملوهم. يعني ليتس سي 70% من التكنيكس دي 30 تكنيك هتلاقي حضرتك بتعملهم كل يوم في الديلي ورك بتاعك، زي ان انا اقعد مع حد في ميتنج انترفيو بتعملها، ده تكنيك. بس هيقول لك بقى تعملها ازاي صح بطريقه ستاندرد. برين ستورمنج، انا بعمل عليها برين ستورمنج، او قاعدين مجموعه بنعمل برين ستورمنج. انا في الاول كنت فاهم برين ستورمنج ده مع بعض كلنا وكل واحد يقول افكار ونقعد نناقش، لا الموضوع له هو كده تقريبا، بس له شويه يعني فاين تيونينج كده بتعمل فعلا حاجه كويسه. فال 50 تكنيك دول انا بريكومند ان اي حد عايز يعرف بيزنس اناليسيس يعني ايه يبدا بال 50 تكنيك دول حتى لو مش عايز يبقى سيرتيفايد في السي باك. طيب فاحنا هنا زي ما قلنا كده هنعمل بزنس اناليسيس اوفر فيو. فاول حاجه هنبدا بيها الكور كونسبت، بس في حته هنبقى قاري فيها هنا زي ما باشمهندس عمرو قال الاوفيشال ريفرنس للسي باب هو الاستادي جايد اللي هو المانوال. تمام. احنا قبل ما نبدا يعني دايما ابدا الواحد لما بيشوف كتاب ضخم كده بيبقى حاجه بتخض، يعني الواحد انا هذاكر كل ده، انا لازم ادور على كورس يسهل الموضوع، انا مش هينفع اخش في الموضوع ده مع نفسي كده. قعدنا ندور على ماتيريالز كتير وكورسات كتير وكل واحد له مميزاته وعيوبه. وبعدين بقى كمان ايه بتلاقي ناس مثلا يقول لك انا اللي هجيب لك الموضوع ده من الاخر، تعال عندي وخش. وبعدين دخلنا اللي هي الترايل فيرجن بتاعتهم او كده لقيناها انتراكتيف كورس ممتاز، بس تخش تلاقي واحد بيقول لك ايه بص انت روح ذاكر وتعالى لو عندك سؤال اساله له، طب انت هتعمل ايه؟ انا هجاوبك على الاسئله بتاعتك. فدخلنا فعلا وبعدين الراجل بيقول لك ايه طيب ها انت سالت سؤال فلاني اهو، مين بقى يا جماعه عنده اجابه؟ مين بيعرف يرد على زميلنا بقى؟ مين بيعرف يرد على زميلنا؟ انت بتنظم السيشن يعني؟ طب شكرا. طيب من ضمن الحاجات الثانيه اللي دخلنا فيها برضه الكورس بتاع سيف اللي احنا واخدين منه سامبلز النهارده في البرزنتيشن بتاعت او في السيشن ديت. الكورس دوت ظريف بس في نفس الوقت يعني فيري هاي ليفل، ينفع بعد ما تذاكر الكورس از سمري. اه ينفع كانترودكشن في الاول وكسمري في الاخر. بس حتى تبقى انترودكشن مجحفه اللي هو انا هشوف صور واشوف حاجات هيتكلم عنها، بس هحس ان هم بينفع على حسب الشخصيه طبعا. انا شخصيا ما بحبش حد يبقى قاعد يحس الكمبيوتر بيكلمني، لان هو حتى مش هتحس ان هيومن بيكلمك.
بس هو انا عجبني قوي كسامي ممكن عمرو بيقول برضه كان ديفلوبر فممكن على حسب كل واحد وشخصيته يتقابل مع ده هو الكورس بتاع سيمبل ليرنينج انت بتصور ايه يا باشمهندس انت مش والله يبقى فبتحس ان انت مش ملاحق تفهم وفي طبعا عندي اسئله مش عارفه يعني مش قادر افهمك فانا عجبني جدا كسامري بعد ما خلصنا ان احنا قبل ما نخش الامتحان نمر بسرعه على الحاجات لا مفيد وبعدين عندناها جي اي ظريف قوي فيعني ده الكورس اللي احنا واخدين منه السامبل بتاعتنا او الاوفر فيو بتاعت الايه السي بان فاول حاجه خدناها اول حاجه هنتكلم عنها هي الكور كونسبتس ايه الكور كونسبتس بتاعت السي بان هم سته كور كونسبتس اللي هم موجودين في البرزنتيشن في السلايد اللي قدامنا ف مبدئيا كده انت عشان تبدا اي بروجكت او تبدا اي فكره عايز تعمل لها يعني تطوير بنعمل ايه اول حاجه يكون في نيد النيد دي جايه يا اما في مشكله موجوده حاليا انا عايز احلها يا اما في فرصه انا شايف ان انا لو دخلت في الجايه دي او لو عملت التشنج ده هيحصل ايه هكسب الفرصه دي اللي هو الناس بتوع السيلز اكتر ناس طيب النيد ديت انا عايز اعمل ايه طب انا لقيت النيد اروح اعملها ايه عشان خاطر بقى ايه اميت او اساسيفاي النيد دي او ابقى انا الراجل البايونير في المجال دوت او اخد ماركت شير في الحته دي بروح اعمل سوليوشن لازم الاول هعمل تشينج في حاجه موجوده او حتى حاجه من السكراتش عشان اطلع في الاخر سوليوشن السوليوشن لازم انا عملت السوليوشن بتاعي دوت قبل ما اعمله اصلا وده من ضمن الكور كونسبت بتاعت البيزنس اناليسيس ان انا لازم افيريفاي الفاليو اتاكد ان السوليوشن ده بيقدم فاليو فعلا للناس الفاليو دي لو ما كنتش بقدم فاليو لحد يبقى في الاخر هقعد احرق في ميه وهطلع سوليوشن عبقري جدا وعظيم جدا بس ما حدش محتاج يستخدمه. ولازم كمان من ضمن السوليوشن ده اللي انت بتعمله وبتاسس الفاليو بتاعته لازم تشوف الكونتكست بتاعك. يعني انا ممكن اجي مثلا يعني طبعا ده مثال مش صح بس ممكن اجي في مصر واعمل مثلا حاجه بتحسب الصواريخ واطلاق الصواريخ واحنا اصلا ما عندناش مناصب اطلاق صواريخ او الحكومه بتاعتنا مش شغاله مثلا في موضوع اطلاق صواريخ فهو ممكن يكون له فاليو في مكان ممتاز. بس في الكونتكست بتاعي في المكان اللي انا فيه في الدنيا اللي انا فيها دي انا مش محتاجه لو انا باسس السوليوشن فاليو لازم اتاكد ان الكونتكست اللي انا موجود فيه والانفايرمنت والسيركمستانسز اللي انا عايش فيها النهارده فعلا بتحقق الفاليو ديت تمام واهم حاجه بقى بتحقق فاليو لمين هل انا بحقق فاليو للهوا يعني لازم تحقق فاليو للستيك هولدرز اللي هم الناس اللي هيشتركوا معايا في السوليوشن دوت وهيشوفوا او هم دول اللي هيبقوا امباكتد بالسوليوشن بتاعي هم دول اللي هياخدوا الحاجه اللي انا هعملها وهيستخدموها وهيحققوا منها الفاليو ديت تمام؟ الفاليو بيكون من الاستيك هولدرز ولا بيكون من الاورجنايزيشن نفسها؟ خلينا بقى نتكلم طب هل الاورجنايزيشن انا الاورجنايزيشن كلها هتستفيد عشان اعمله؟ مش جزء معين من الاورجنايزيشن بالظبط اللي هم الاستيك هولدرز بتوعك اللي هم اي حد هيكون امباكتد بالسوليوشن ده انا طبعا ممكن طبعا في جزء اللي احنا هنيجي فيه بعد كده عن الاستراتيجي بتاعت الاورجنايزيشن نفسها ده انا عامله ده كله لازم يكون اونلاين مع الاستراتيجي بتاعت الاورجنايزيشن دي اول نقطه بعدين نفوكس اكتر على ايه؟ على النيدز بتاعت الستيك هولدرز بتوعي لان فعلا زي ما محمد قال انا عندي ناس كتير جدا في برضه مصر كتير قوي مش كلهم امباكتد او مش كلهم هيحتاجوا الموضوع دوت فانا هفوكس اكتر على الناس اللي انا هيحتاجوا بالسوليوشن بتاعي او هيشتغلوا عليه او هم اصلا هم اللي طالبينه او هم سبونسرز ليه او ما الى ذلك فانا فعلا لازم طبعا يكون الايند مع الاورجنايزيشن نيدز او الاستراتيجي بتاعت المؤسسه اللي انا شغال فيها فانا يعني بمانج الامور بين الاثنين يعني هي بتنطلق في البدايه من الاستراتيجي بتاعت الاورجنايزيشن بعدين بنزل ليفل اكتر اشوف الناس الستيك هولدرز اللي انا هتكلم معاهم او هاخد منهم ريكومنتس او هيستفيدوا من السوليوشن بتاعي فهي الاثنين طبعا وطبيعي ان انت وانت بتختار الستيك هولدرز بتوعك يعني ليها طريقه او ده برضه من ضمن التكنيكس اللي موجوده في السباق ازاي اختار الستيك هولدرز بتوعي فانت لازم تاخد الجروب من الستيك هولدرز اللي فعلا بيريبريزنت الاورجنايزيشن في الاريا اللي انت بتشتغل فيها يعني حتى لو قريت الديفينيشن بتاع اي ديفلوبر ريليتد تو اتشينج نيد فور اسيوشن هم لازم يكونوا يعرفوا فممكن تلاقي راجل فاينانشال هيخش معاك مع ان هو مش هيستخدم السوليوشن ده بس هيخش معاك عشان هو لا البروجكت بتاعك هيزود الفاينانشال او هيصرف منه فلوس هو مش هيستخدم بس هو كستيك هولدر هو واحد من الستيك هولدرز المهمين جدا. طيب تاني حاجه هنتكلم فيها طيب هل الريكويرمنتس
يعني حاجه واحده لما اروح اقعد مع الناس اجيب منهم ريكوايرمنتس انا كده خلصت يعني الناس كلها فاهمه ان الريكوايرمنتس مثلا يعني او معظم الناس فاهمين الريكوايرمنتس خلاص بزنس ريكوايرمنتس خلاص عايزين نعمل يا جماعه برنامج بيطلع فواتير طيب نروح نقعد مع الناس يقول لك والله البرنامج اللي بيطلع فواتير دوت يعني يكون مثلا الفاتوره بتطلع كل شهر وبعدين بيحسب مثلا مكملاتك كل الشهر ويجمعها ويديك خصم ربيع خصم فخلاص ده البيزنس ريكوايرمنت. هو حقيقة ان الريكوايرمنت ليها انواع كتير يعني ده نوع واحد من انواع الريكوايرمنت اللي هو اول نوع اللي هو البيزنس ريكوايرمنت اللي هو ايه الجول والاوبجيكتيف بتاع التشينج اللي انا بعمله دوت او بتاع السوليوشن اللي انا بقدمه. فدي البيزنس ريكوايرمنت اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم يلا نبدا ايه الجول والاوبجيكتيف بتاعتي دي بيزنس ريكوايرمنت نبدا بيه. طيب في ليفل تاني من الريكوايرمنت ساعات ناس بتخش بالها منه اللي هو الستيك هولدر ريكوايرمنت وده لا يتعارض مع النوع الاولاني او هم بالظبط كمين لبعض بالظبط يعني مثلا ك فور اكزامبل لو انا عندي مثلا كان السيستم اللي انا عايز اعمله هياخد بيانات عملاء مثلا فالراجل اللي داي بزنس ريكوايرمنتس قال لي والله انا عايز بس يخزن بيانات وخلاص اسمك سيدك عنوانك ويخزن بياناتك وخلاص ويدوس سبمنت في بقى حاجه انا اروح اشوف مين اللي هيستخدم السيستم ده فلاقي مثلا الراجل اللي هو الداتا انتري وليكن مثلا فالراجل ده هيقول لي ايه ده انا عندي كميه بيانات كتير وعملاء كتير انا عايز احسن طريقه اقدر ادخل بيها تكون حاجه سريعه جدا فانا عندي طرق كتير ممكن اعمل سكان مثلا للورق ممكن يكتب بالكيبورد ممكن يعمل ماوس لو انا مثلا سيستم عندي فيه كذا صفحه فيقول لي لا والله انا عايز اعتمد على الكيبورد تماما في كل شغل وانا بعمل مثلا بموف من تاج لتاب تانية او من صفحه لصفحه تانية اعملها لي بايه بالشورتات مثلا او بالظبط شورت كاتس ليه انا مش كل شويه هكتب كلمتين وبعدين امسك الماوس اروح انا عايز ابقى سريع في السيستم لو انا غفلت الريكوايرمنتس بتاعه الستيك هولدر ده هخلي حياته جحيم ليه لان هو كل شويه يعمل حاجه ويروح يمسك الماوس يرجع يعمل حاجه ويرجع يمسك الماوس تاني فدي مهمه جدا هي كملت البيزنس ريكوايرمنتس بس وضحتها اكتر وعملت لها كستمايزيشن او وصلتها بطريقه معينه بحيث ان هي تلبي مطالب الستيك هولدر ده فهم بيكملوا بعض يعني الريال يعني في مواقف في الحياه العمليه بتكون في تعارض بين الاورجنايزيشن مين والستيك هولدر مين او اليوزر مين لا هو المفروض مفيش تعارض لو في تعارض هيكون نفس الموظف ده اصلا يعني لو انت مش بتبلاي الرول بتاعتك عشان تخدم الاوبجيكتيفز وال طيب ده بقى الستيك هولدر مانجمنت تكنيك بجد في تكنيك اسمه الستيك هولدر مانجمنت تكنيك وده فعلا من اهم التكنيكس اللي موجوده في واكبر تكنيك تقريبا موجود في السي باب ازاي ان انت تقسم اصلا الستيك هولدر بتوعك حاجه اسمها الستيك هولدر ماب انا مش هقدر اخش في التفاصيل عشان السيشن بس وقتها يعني يا دوبك تقسم مين الباورفول ومين النولجبل ومين اللي بتوني الاثنين وليها ستيك هولدر ماب كده هتعرف ازاي تحافظ على واحد يكون ابديتد معاك بس مجرد ابديت واحد ثاني لا ده راجل مؤثر جدا سي او مثلا بتاع الشركه فده لازم اكون قريب منه ويكون الله يدي معايا ويعني دايما اسكيور الابروفال بتاعه وهكذا في يعني في ومن ضمن الحاجات الصغيره مثلا اللي حضرتك بتقول مثلا هي الاورجانيزيشن جولز متعارضه يعني نادرا ما حد يطلع يقول لك ده ضد الاورجانيزيشن جولز او كده ده مش هتقوله ايوه بالظبط بس هتلاقي ايه بقى هتلاقي مجموعه ستيك هولدرز بتمثل راي ومجموعه ستيك هولدرز بيمثلوا راي ثاني يعني ففي كونفليكت هنا برضه موجود في السي باب هاو تو ريزولف الكونفليكتس ما بين الستيك هولدرز سامبل بسيطه جدا ما لهاش علاقه بحاجه احنا بنجمعهم مع بعض عشان نعرف وجهات النظر ده حاجه بسيطه لكن الموضوع كبير ازاي تريزولف الكونفليكتس ده موضوع لوحده موجود جوه السيرتيفيكت بتاعت الايه السي باب هاو تو ريزولف الكونفليكتس اللي بتتعرض من الستيك هولدرز بناء على الليفل بتاع الستيك هولدر ده اوكي طيب الستيك هولدر ريكويرمنتس واحده من انواع الريكويرمنتس اللي احنا برضه بنهتم بيها ومش بس ستيك هولدر ريكويرمنتس اللي تكمل البيزنس ممكن يجي لك ستيك هولدر زي مثلا الباور فول زي السي او يبقى له ريكويرمنتس يقول لك لا ده دي بقى خلي بالك انا عاوز البرنامج ده يبقى واضح فبيدي لك ريكويرمنتس ما لهاش علاقه بالبرنامج بس انا عايز مثلا خلي بالك ده هيبقى البلان بتاعته انه هيشتغل هيكسبني في السنه كذا او وات ايفر يعني طب هي البيزنس ريكويرمنت اصلا الستيك هولدر هو صح بس هما نوعين مختلفين وممكن البيزنس حضرتك انواع الريكويرمنتس انت بتجمعها ازاي دي هتيجي بتجمعها من كذا طريق يعني انت ممكن الريكويرمنتس ما تعرفش الستيك هولدر اصلا تجيبها مثلا من بيست براكتس او اكزيستنج مثلا دوكيومنتيشن موجوده في طرق هنتكلم عنها انت بتشوف مثلا تشوف هما شغالين ازاي تقعد تمونيتور هما طريقه شغلهم ازاي فمش شرط ان هي تكون دايركت يعني الريكويرمنت جايه من واحد بيقولها لك يعني هي بص حتى الديفينشن بتاع ايه ماست بي ميد تو اتشيف ذا بزنس ريكويرمنتس انت هنا هي نفس البزنس ريكويرمنتس بس هاو تو اتشيف ليفل يعني في تفاصيل اكتر شويه وكستمايز طيب انا هاخد الكلام ده واندمج الدول
في البيزنس لانجوج اخدها اديها لحد في الاي تي مثلا بعيده شويه عنه مش عارف طب انا السيستم بتاعي المفروض يعمل ايه. في الحاله دي بيجي بقى الليفل الثالث اللي هو السوليوشن ريكويرمنت. دي المفروض البيزنس اناليست الشاطر يعني بياخد التو تايبس دول ويبدا يعمل لهم اناليسيس ويبدا يفلتر طبعا بقى فانكشنال ريكويرمنت نون فانكشنال ريكويرمنت. اشوف الفانكشنال ريكويرمنت الحاجات اللي هتحقق الاوبجكتيفز والكابابيلتيز اللي المفروض تكون موجوده في السيستم يعني في السوليوشن بتاعي وات شود بي ذير ان ذا سوليوشن. تمام هو البيهيفير بتاع السوليوشن هيطلع ازاي لما اعمل كذا. النوع الثاني هو نون فانكشنال ريكويرمنت. نون فانكشنال ريكويرمنت بيتكلم على الكواليتيز بتاعه السوليوشن نفسه بقى. الكواليتيز بتاع السوليوشن هو المفروض الكابابيلتي بتاع السوليوشن بتاعي يبقى قد ايه، البرفورمانس بتاعه يكون ازاي ماشي ازاي، اليوزابيلتي بتاعته هل اليوزرز يكون سهل اللي مثلا ده ممكن يكون احد ريكويرمنت. انا والله عايز السيستم بتاعي يكون سهل جدا لدرجه ان ما يعديش مثلا يعني خمسه سيشنز كل سيشن ساعه ونص يكون الراجل خلاص بقى شاطر جدا في السيستم بتاعي. دي نون فانكشنال ريكويرمنت المفروض ان انت بتفلترها من البيزنس ريكويرمنتس اللي موجوده. فدي خلاص انت عرفت دول بيزنس لانجوج. هبدا اوصل الموضوع شويه ناحيه الاي تي بقى او ناحيه الايه اللي هو السيشن ديزاين بقى طبعا مش الامبلمنتيشن نفسه بقى. الاخيره وده نوع مهم جدا جدا وللاسف ناس كتير جدا بيغفلوا عنه اللي هو الترانزيشن ريكويرمنت. انا حاليا في الاز از سيتويشن او في الوضع الحالي بتاعي والمفروض ان انا رايح للتو بي انا هغير الاورجنايزيشن بتاعتي عشان توصل للستيت بتاعت المستقبل. تمام طيب انا في النص كده خلاص انا عارف مثلا حاليا شغال بسيستم اكس ورايح على سيستم واي مثلا او هجيب سوليوشن من شركه فلانيه. طب انا في الفتره دي في الثلاث سنين او في السنتين او اللايف سايكل بتاعت البروجكت ده عشان اموف من هنا لهنا الدنيا هتمشي ازاي معايا؟ لا في ريكويرمنت انا المفروض اخد بالي منها. هل انا هخلي السيستمز القديمه زي ما هي؟ هل كل فتره هعمل ديكوميشن للسيستم واعمل ريبليسمنت للسيستم تاني مكانه؟ هل انا محتاج السيستمز الجديده ادي تريننج للموظفين اللي عندي ازاي يستخدموا السيستمز الجديده؟ كل دي ترانزيشن ريكويرمنتس مهمه جدا ودي بتاثر بصوره واضحه جدا على نجاح او فشل المشروع اللي انا شغال عليه. هنا بقى هنشوف الحته دي. ما هي ده برضه الناس فاهمين ان البيزنس اناليسيس هي فكره ان انا باخد الريكويرمنتس واديها للراجل بقى بتاع الاي تي يشتغل يعمل ديزاين. بس هي دي بقى الاناليسيس. انا هاخد لك سالت السؤال اللي جاي في السلايد اللي بعديها على طول اللي هو احنا في زي ما قلنا في الكور كونسبتس بتاعتنا عندنا النيد اول حاجه خالص لازم يكون في نيد وعايز اطلع منها بايه؟ بسوليوشن. تمام؟ طيب ازاي هتحرك اوصل من النيد للسوليوشن؟ هل على طول خلاص انا طلعت عندي نيد انا كبزنس انا اروح اخد الريكويرمنتس بتاعت النيد يا جماعه انتوا محتاجين ايه؟ والله محتاجين بيلنج سيستم يطلع مليون فاتوره في الثانيه. ممكن انا كبزنس انا لسه اخد الكلام ده واكتبه خلاص انا كده خلصت الدنيا بقى الاي تي الاي تي يجي يقول لي ده مستحيل ايه اللي انت عملته ده؟ وانت كمان كوميتد عليه ده انت هتودينا في داهيه. لا فالموضوع مش كده. النهارده البيزنس اناليست ده على فكره الفرق الكبير يعني حتى باشمهندس عمرو كان بيقول ان الكتاب بتاع فيرجن 2 سيما فيرجن 2 كان حوالي 250 صفحه. الكتاب بتاع فيرجن 3 فوق ال 600 صفحه. هم دخلوا ايه؟ دخلوا اكتر حته الاجيلتي والديزاين في الموضوع. بقى النهارده كمان البيزنس اناليست مطلوب منه انه يعمل جزء كبير من الهاي ليفل ديزاين. لازم يقول ايه السوليوشن بتاعي، لازم يوصل انه يوصل في النهايه طلع سوليوشن هاي ليفل. ايه الكومبوننتس بتاعت السوليوشن؟ هاو ذي كان انتراكت ويز اتش اذر عشان يحققوا الجول او يحققوا النيد ويطلع الفاليو اللي الكاستمر متوقعها سواء فانكشنال او نون فانكشنال ريكويرمنت زي ما قلنا. ف النهارده بقى البيزنس اناليست مطلوب منه يعمل الحته دي ودي شويه البريدج اللي ما بين يعني اساسا طب وانت سوليوشن اركتكت ايه اللي خلاك تخش في سكه البيزنس اناليسيس؟ احنا في مننا كتير يعني انا حتى بعد ما خدت السيرتيفيكت دي اكتشفت ان انا اصلا كسوليوشن اركتكت معظم شغلي ريليتد اكتر للبيزنس اناليسيس. انا بقعد مع كاستمرز وباخد منهم ريكوايرمنتس وبعدين بحقق الريكوايرمنت اللي بتاكد انها سليمه وبتماتش مع اتش اذر وبعدين في الاخر بطلع هاي ليفل اركتكتشر. فالسكه دي كلها بقت هي البيزنس اناليسيس اللي هو الديبر ليفل بقى هو اللي ممكن نقول سوليوشن اركتكت او يعني ممكن نسميها سيستم اناليست اكتر يعني اللي هو بقى ايه يبدا بقى يحط كل كومبوننت ينزل يقسم الكومبوننتس من جوه شكلها ازاي. يعني مثلا ممكن كمان كمان سوليوشن اركتكشن اسمها تكنولوجي اركتكت بقى اللي هو انا كراجل سوليوشن اركتكت حطيت لك الكومبوننتس يعني انا قلت لك انت عشان تعمل تليكوم اوبريتور محتاج مثلا السي ار ام وبيلنج وحاجه ميديشن بروفيجن قلت لك على السيستمز وقلت لك الانترفيسز اللي ما بينهم
وقلت لك الانترفيس ده كله نوع ايه، ده فايل انترفيس. نظريه البيزنس انالست النهارده المفروض يقدر يعمل كل الكلام ده. من ضمن التكنيكس اللي موجوده التكنيك بتاع اللي هو السيكونس دايجرام، هو ازاي حتى التايمنج بتاع المسجز اللي رايحه بين السيستمز بيحققها برضه البيزنس انالست المفروض بيعملها. ف يعني اعتقد دلوقتي اكتر لو انت بتتكلم سوليوشن اركتك بس في جانب البيزنس اناليسيس فانت لازم تبقى اكتر ناحيه التكنولوجي. انا هستخدم بقى انهي تكنولوجي في المكان دوت علشان اقدر احقق السوليوشن اركتكشر اللي عامله بتاع البيزنس اناليسيس. لا لا انا بتكلم ما بعد بقى البيزنس اناليسيس ما بعد خلاص يعني هو ده. فتاني موضوع دي الحته اللي احنا كنا بنقولها، هل البيزنس اناليست لما كنا بنتكلم في الاول خالص في البري ريكويزيتس كنت بقول ان بالشرط عشان اقول بري ريكويزيتس تكون اشتغلت شغلانه اسمها بزنس اناليست. انا ممكن اكون شغال سوليوشن اركتكت بس هي زي ما احنا شايفين هنا بتتقاطع بنسبه كبيره مع موضوع البزنس اناليسيس في نولج اريا معينه، فانا هنا بشوف ايه التقاطع ده قد ايه وبقول عدد الساعات اللي انا اشتغلتها كسوليوشن اركتكت في فكره البزنس اناليسيس. يعني في حاجه بس ليها علاقه بالسلايد اللي فاتت، السلايد اللي فاتت دي انا وظيفتي كبزنس اناليست انا بكابتشر الريكويرمنتس، يعني انا مطلوب مني انت تقول انا هل انا هعمل الكلام ده؟ لا انا دوري ان انا بكابتشر الترانزيشن ريكويرمنتس دي حتى من الناس اللي هم المسؤولين عنها. انا بكابتشر واتاكد ان انا فعلا ان انا خدتها ما غفلتهاش. وانا عامه شغل البيزنس اناليسيس انا مش في الغالب ما بكونش انا صاحب مش ديسيشن ميكر. انا بساعد الناس اللي هم الديسيشن ميكرز ان هم ياخدوا القرار الصح. يعني احد التكنيكس اللي احنا بنشوفها مثلا ديسيشن اناليسيس. عندي كذا اوبورتيونيتي او كذا سيستم او كذا سوليوشن انا بقدر بعمل بقدر اكسكيوت الديسيجن اناليسيس تكنيك ده عشان اطلع له شويه فيجرز وشويه ارقام وحاجات زي كده يقدر هو الديسيجن ميكر ياخد قرار مش انا اللي اقول له خد السوليوشن ده او ما تاخدش السوليوشن ده في الاخر. يعني انا بساعده بعمل له حاجات وهو اللي بياخد الايه اللي بياخد الديسيجن زي دي برضه. بس انا دوري كده ان انا بكابتشر الريكويرمنت دي. ممكن انا كبيزنس اناليسيس ما اعرفش يعني ايه الديسيجن ريكويرمنت اساسا فممكن ما اخدش بالي منها وما اروحش اسال الراجل عليها ولا ادور على الريسورسز اللي المفروض ان انا احطها دي تبقى مشكله كبيره. انا دوري هنا ان انا اكابشر واتاكد ان انا فعلا عملت كل الانواع دي في حسب طبعا السكوب بتاعي في الشغل بتاعي. بعد كده في ناس ثانيه تاخد قرار بناء عليه. في معلومه برضه صغيره هنا ان الستيك هولدرز بتوعي مش بس الكاستمر. يعني هو في 11 ستيك هولدرز 11 ستيك هولدرز موجودين في الكتاب بتاع البلوك يعني مقسم الستيك هولدرز ل 11 ستيك هولدر من ضمنها السبونسر بتاع البروجكت والبروجكت مانجر والبروجكت مانجر بزنس انالست نفسه هو ستيك هولدر. من ضمن بقى الستيك هولدرز دول مين؟ السبجكت ماتر اكسبرتس والامبلمنتيشن والدومين والامبلمنتيشن انجينيرز اللي هم حتى الناس اللي هيعملوا ديفلوبمنت المشروع ده دول من الستيك هولدرز بتوعي. يبقى انا لازم ارجع لهم بالريكوايرمنتس اللي انا خدتها يروحوا مديني فيدباك اذا كان دي مثلا دول لا اعملها بطريقه فلانيه في الماركت حاجه افضل. مش بس كاستمر كستيك هولدر ده انا كمان بوصل لليفل ان الستيك هولدرز بتوعي وبيقول لك بقى برضه ايه الريكوايرمنتس اللي انت بتجمعها من كل نوع من انواع الستيك هولدرز وايه التكنيك المناسب اللي انت تستخدمه. واتكلمنا هنا عن فكره ازاي بقى من مين لحد ما اوصل للسوليوشن والريكوايرمنتس والديزاين دخل معايا كجزء في موضوع البيزنس اناليسيس بقى الديزاين. خلينا نقول ان هو بقى جزء اخر يعني ده الجديد في فيرجن 2 فيرجن 3 يعني هو خلاص يعني شد البيزنس اناليست شويه ناحيه كمان السوليوشن والديزاين. مش بس ان هو راجل بيعمل ريكويرمنت وبيديها لحد وخلاص وينام على كده لا ده هو معاك داخل معاك كمان يعني هاند تو هاند مع الديزاينر في الجزء بتاع يعني هو مثلا لو كان حد خد او عنده فكره عن المواقع سبيسيفيك مثلا بتاعت التجار يقول لك في ثلاث مراحل للاركتكشر اسمهم البي داتا اللي هو البيزنس اركتكشر والداتا والابلكيشن دول مرحله مع بعض والتكنولوجي اركتكشر. اللي انا شايفه في البوكس ده ان البيزنس اركتكشر بقى كله مرمي عند الراجل بتاع البيزنس اناليست. بيزنس اركتكشر يعني هو اسمه حتى من اسمه بيزنس اركتكشر فده ملوش علاقه خالص بالناس اللي هينزلوا تحت علوم التكنولوجي. الداتا والابلكيشن اركتكشر يعتبر يعني معنى كده بيكس البيزنس ديبارتمنت بالظبط كده بيزنس اركتكشر بالظبط. طيب احنا كنا قلنا ان في 6 نولج ارياز في الكتاب وقلنا ان النولج ارياز دي عباره عن جروبنج لبعض التاسكات وبيجروب كل شويه تاسكات ويحطها في نولج ارياز. هم حقيقة أنا سبت النولج ارياز بتوعنا هم هم الرسمة دي مهمة جدا جدا لو فهمتها هتسهل عليك جدا فهم الكتاب. احنا يعني قعدنا في الاخر احنا اتدبسنا كتير وقعدنا استنتجنا حاجات في الاخر اللي استنتجناها لقيناها موجود اوريدي يعني ما كانش حد عارف يوصف الرسمه. يعني سالنا كذا حد من الناس اللي هم كانوا قبلنا واخدوا السباق فمين رايح فين ومين جاي منين وايه دول يعني ايه يعني ايه الدنيا عامله كده ليه؟ الفكره ان السكس نولج اريا دول هم مثلا سيكونس ورا بعض او حاجه زي كده لا لما تقسمهم بطريقه
تمام. يعني زي ما باشمهندس عمرو كده كان بيقول اللي هو فكره ان احنا حتى كنا بنلاقي في بعض النولج ارياز نحسها تكرار اللي اتقال في النولج اريا قبل كده. طب ليه التكرار ده؟ طب ما انت قلتها هناك بس انت قلتها هناك، طب ليه وصلنا لكده؟ هو ببساطه ان في ثلاثه نولج ارياز يعتبروا سيكونشن اللي هي فكره الاستراتيجي اناليسيس. اه دول ستيبس، هو ده بزنس اناليسيس. انا ده المشروع بتاعي بادئ من الاستراتيجي اناليسيس ان انا بشوف ايه الجولز والاوبجيكتيفز بتاعت الاورجنايزيشن بتاعتي. اه ايه الجزء بالظبط كده، ايه الجزء؟ طب ازاي اعمل تشينج بحيث ان هو يميت الجول دوت، وبعمل اسسمنت للفاليو هنا. كل ده في الاستراتيجي اناليسيس بقعد احاول اسس الفاليو وعشان اقدر اوصل ان انا اختار افضل سوليوشن. عملت الاستراتيجي اناليسيس بتاعتي وطلعت بريكومند سوليوشن وطلعت كمان بالفاليو المتوقع مني. وده موضوع فاينانشال اناليسيس بيتعمل برده جوه الاريا بتاعت او النولج اريا بتاعت الاستراتيجي اناليسيس. اسود از ان انت عملت كده وخلاص اتاكدت المشروع ده انا فعلا لو عملته لو بيسموها دراسه الجدوى بس هو ليها ستيبس كتير، عملت الاستراتيجي اناليسيس بتاعتك، تخش في المرحله اللي بعديها بقى اللي هي ريكويرمنتس اناليسيس اند ديزاين. انا خلاص انا عرفت انا عايز اعمل ايه، اروح بقى اعمل اللي احنا كنا بنقول لسه من شويه اللي هي فكره اتحرك اخد ريكويرمنتس واوصل بيها لايه؟ لسوليوشن. فين الكلام ده؟ في المرحله دي اللي اسمها ريكويرمنتس اناليسيس اند ديزاين ديفينيشن. دي داخلها تاسكات كتير يعني كل واحده ليها اوليها ستيبس كتير. دي يعني الاريا الواحده بيبقى فيها يعني خمس تاسكات من قبل، يعني في اريا تحتاج اربع تاسكات، في اريا تحتاج ست تاسكات. كل نولج اريا او كل نولج اريا فيها حوالي خمس تاسكات بتعملهم علشان توصل. وهناخد بعد شويه هناخد الاستيشن هناخد الاستيشن بروجريشن از ان اكزامبل لان ده من اهم الحاجات يعني. خلاص انا طبعا عملت الريكويرمنتس اناليسيس وعملت الديزاين، خلاص انا شغلتي كبزنس اناليست الى حد ما في الموضوع بتاع البزنس اناليسيس وقفت هنا. بيروح الامبلمنتيشن تيم او الديفلوبمنت تيم يشتغلوا عشان يطلعوا السوليوشن بتاعي. بعمل انا بقى هنا ايه؟ سوليوشن ايفالويشن. طب السوليوشن ايفالويشن ده بعمله بيست على ايه؟ يعني انا بقرر السوليوشن بتاعي ده نجح او فشل بناء على ايه؟ بناء على الاستراتيجي اناليسيس اللي انا عملتها هنا. انا قلت في الاستراتيجي اناليسيس بتاعتي ان انا هطلع الفاليو الفلانيه. ده بقى حل من الاثنين، سوليوشن ايفالويشن يا تطلع الفاليو يا تروح. انا ليفل كبير طبعا. تمام؟ فطبعا الناس اللي بتشتغل بروفيشنال يعني اللي هو لازم الموضوع ده يعني يكون فيه انت درست الكونتكست ودرست الدنيا بتاعتك كلها وفعلا اتاكدت ان السوليوشن ده طلع فاليو. مفيش بعد شويه خلاص في فلان دخل وخد الماركت شير مني والكلام ده كله. سوليوشن ايفالويشن بتعمل ان كومباريزن الاستراتيجي اناليسيس اللي انت بتعملها وهي سايكل بقى. فانت بتعمل استراتيجي اناليسيس بعدها تعمل ريكويرمنت ديفينيشن وتضيف في السايكل دي. يعني الفلو شارت دي نقراها من الدائره الصغيره الخضراء الاول مبدئيا صح، لان هم دول السيكونس يعني ده البروجكت بتاعك اصلا. الثلاثه اللي بره بقى عباره عن تولز بنستخدمها وهنتكلم ازاي بقى. بس مش الاول يعني دول الامور اللايف سايكل بتاعتك بتاعت الشغل ودول داخلين معاك طول ما انت شغال. يعني انا ممكن اجي اعمل بلاننج الاول قبل ما اعمل اي حاجه ثانيه او مثلا البلاننج اللي بيتعمل في كل مرحله من المراحل دول شغالين معاك اللي بره دول ده وده تولز دي الحاجات اللي انت شغال التاسكات اللي بتعملها بتساعدك بتخدم على الثلاثه دول الازرق والاصفر دول تولز اند تكنيكس. لا هي التكنيكس مختلفين كلهم. لا عشان بس ما نخلطش الاكسبريشنز بتاعت الكتاب مع اللي احنا بنتكلم فيه. كل واحدة من دول فيها مجموعة تاسكات، دول دي ودي ودي ودي، كل واحدة فيهم تحتيها وليكن خمس تاسكات، وكل تاسك منهم عشان تعملها وتكسبريت التاسك دي بتستخدم تكنيكس اللي هي العدة شنطة العدة اللي اتكلمنا عليها في الأول، اللي هي 50 تكنيك. يعني دي نولج اريا ولا بص؟ كل واحدة من دول نولج اريا، بس إيه الفرق بين الخضر دول وبين اللي بره؟ دول هو الكور السيكونس اللي انت الكور اللي انت بتمشي عليه الستبس كلها وانت شغال. دول اللي بره بقى دول هيساعدوك تاتشيف اللي جوه كمان. هم مجرد نولج اريا وفيهم تاسكات وفيهم تكنيكس بس هيساعدوك في ان انت تاتشيف. طب يعني هقول مثال بسيط عشان نقتل الحته ديت وبعدين نخش في سؤال هعمله. يعني مثلا في الاستراتيجي اناليسيس انت لازم عشان تتاكد ان السوليوشن بتاعك ده بيحقق الفاليو مش لازم تعرف الديفلوبمنت هيبقى قد ايه. طب عشان اعرف الديفلوبمنت مثلا هيبقى قد ايه او هطلع بيه بعد قد ايه انا لازم الاول اعمل بزنس اناليسيس بلاننج اند مونيتورنج يعني او البلاننج مين يعني المونيتورنج مونيتورنج انا مونيتور بس الشغل بقى الشغل بتاعي كله من البرسبكتيف بتاع البيزنس اناليست. انا بعمل بلان للتاسكات بتاعتي انا كبيزنس اناليست بشتغل عشوائي ودي هتفيد قوي الناس اللي هم الليفل بتاع تيم ليدر بيزنس اناليست تيم ليدر تحتيه مثلا خمسه تيم خمسه بيزنس اناليست عايز انظمهم الشغل بتاعهم بيقصين الشغل ليهم بطريقه كويسه بيتولايز الناس اللي معاه فدي هتفيده جدا النولج اريا دي بالتاسكات اللي جواه. يعني انا اقدر عشان كده احنا بنعمل مونيتورنج من ضمن التاسكات بتاعت البلاننج من ضمن التاسكات اللي جوه البلاننج المونيتورنج ان انت تيجي لك تشينجز وتضطر تابلاي التشينجز ديت وازاي ان انت تابزورب التشينجز ديت. يعني دي جوه النولج اريا بتاعت البيزنس اناليسيس بلاننج اند مونيتورنج. عشان كده المونيتورنج دي جايه انت بتراقب وتغير دي تشبيه. يعني اقدر اقول تشبيه سريع كده ان ده السي اس اي زي انا زي موجود في الاي تي اي كده اللي هي كونتينوس سيرفيس امبروفمنت اللي هي السايكل الاربعه سايكل اللي في النص
انا عندي سيرفيسز ستراتيجي سيرفيس ديزاين سيرفيس مثلا ترانزيشن اند اوبريشن والاطار الخارجي اللي هو سي اس اي كونتينر سيرفيس امبروفمنت الاربعه الداخليه يعني الى حد ما هو هنا بيتكلم عن ريكويرمنت بس كريكويرمنت لان هي دي الكور اللي انا بشتغل عليه اصلا يعني انا راس مالي هو الريكويرمنت اللي معايا فهيكلمك هنا عن اللايف سايكل بتاعتها من اول ما تعمل لها الستيشن لحد ما تعمل لها ريتايرمنت لحد ما خلاص خلاص بقت اوبسليت مش هتخش معايا تاني باي شغل مثلا فهو بيدرس هنا النقطه دي تمام بس ما قالش اللي دي بتبقى الايفالويشن هيحصل ايه؟ ما قالش هيمشي ازاي هو بيتمشى يعني اكيد هي لا طبعا دي تاني هايبر انت لسه بادئ اربع تاسكات كل تاسك جواها ايفنتس فانت عندك كل دول تشيل يعني اتفقنا ان كل تاسك ليها انبوت وليها اوتبوت الموضوع يعني سبيسيفيك واضح جدا اه يعني انت عارف ايه اللي هيطلع من التاسك الفلانيه هيطلع منها كذا هتخش انبوت للتاسك اللي بعدها فكل حاجه واضحه طيب علشان برضه الحته دي بالذات يعني تبقى اوضح شويه احنا هناخد اكزامبل لواحده من النولج ايرياز يمكن بعد البريك مش عارف انتوا هتقولوا ايه يعني احنا عندنا النولج ايريا اللي هي الانفيجيشن اند كولابوريشن دي واحده من النولج ايرياز المهمه جدا التولز المهمه جدا اللي بيستخدمها البيزنس انالست لو تلاحظوا كلمه انفيجيشن زي ما قلناها بقى عشان ما ننساش ما بقاش في ريكويرمنت جاذرنج بقى في ايه انفيجيشن اللي هو ان انا بنقح الريكويرمنتس اللي جايه لي فازاي بعمل انفيجيشن ازاي بعمل كولابوريشن هناخدها بعد البريك ان شاء الله يعني كسامبل للبزنس اناليسيس بس هو البزنس اناليسيس هو مسؤول عن الفاليو ولا عن تحليل الفاليو احنا اتفقنا بقى البزنس اناليست ما بياخدش قرارات البزنس اناليست بيساعد الناس انها تاخد قرارات هو حضرتك ان هو لو ما نقاش فاليو يبقى هو مش هو مش هو لا الراجل اللي هو ساعد يعني مثلا مثال بسيط البزنس اناليست مثلا انا عايز اختار من خمسه سوليوشنز مثلا انا شركه موبايل مثلا وعايز اختار قدامي خمسه فيندرز متقدمين عشان اعمل بريك البيزنس اناليست هي بيقول لك طب بص انا هدي لك تول التول دي بتعمل لك حاجه اسمها ويتد ايفالويشن بمعنى ايه؟ انا هعمل اكسرسايز هقول لك مثلا ان البريك ابلكيشن عشان يطلع كويس لازم يكون في فيتشر واحد واثنين وثلاثه واربعه 100 فيتشر تمام؟ وكل فيتشر بالنسبه لي انا كموبايلي هقول لك الفاليو بتاعتها ايه؟ والله دي الفاليو بتاعتها مهمه جدا دي الفاليو بتاعتها متوسطه دي الفاليو بتاعتها قليله يوم حضرتك انت اللي بتاخد القرار مين الفندور اللي انت هتشتري منه كل ما يجي لك فندور تبدا تحقق وتشوف ممكن برضه تستعين بالبزنس انالست فيها بحيث ان هو يحط لك الفاليو الفيتشر رقم واحد الفندور A كان اكسلنت والفندور B كان اكسلنت لكن الفندور C ميديوم بس دي قريبه شويه السوشيال الفندور اسسمنت واحده من التكنيكس اللي موجوده في البزنس انالست تاني في اوفرلاب كبير ما بينهم لان البزنس انالست شكلهم كده هياخدوا السكوبه من مننا لازم الناس تبدا تطور نفسها تمام؟ حسب برضه الاورجنايزيشن اللي انت شغال فيها، في ناس اللي بيديك تو ووردز هو واحد فالقصه كلها ان انت كبزنس اناليست بتديله التول وتساعده انه يحققها، لكن هو في الاخر ياخد الديسيجن، انا مش بتكلم من طبعا يعني واحد ان شاء الله يعني بالاخر بس اقصد الراجل السي او جه في اخر السنه وما حققش الارباح اللي هو وعدنا بيها، يعمل ايه؟ روح بس انا مسؤول عن ايه؟ يعني انا سقطت جزء مثلا حاسب على دي ان انا سقطت جزء كبير من الريكويرمنت اللي اخدت ما رحتش سالت الفلان الفلاني ده عن الريكويرمنت بتاعته ايه طلباتك دي اللي انا بحاسب عليها ان يكون في جاب في الريكويرمنت بتاعتي في تحدي كبير ويعني بيعتمد على اكتر من حد واعتمد على اكتر من حد حاول كده طبعا طبعا انا على فكره هو تيم اقصد التيم طبعا الموضوع مش بس البيزنس لا 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 البيزنس انا لسه مش مسؤول اصلا يعني لا يا جماعه ما تخرجش ما تدرسوش على الشمس يا جماعه صراحه البيزنس انا بيساعدكم بس لكن اي حد عايز يكون ديسيجن يجيب بس احنا هنساعدك وبعد كده احنا مالناش دعوه احنا قلنا لك انت اللي تشيل كده ما حدش قال لك تشيل كده طيب هناخد بريك ولا نكمل بريك؟ خلاص مش لازم ناخد بريك لان احنا الاريا اللي جاي افضل ان احنا ناخدها كلها على بعضها فناخد بريك دلوقتي ونكمل بريك 10 دقايق بس على الحالات اللي صعبه طيب 10 دقايق يا شباب نرجع 8 وربع كده شغال فيني يا شيخ شغال في 3